بيسعدنا أنه تكون معنا لليوم رينا أيوب، استشارية طفولة مبكرة. يسعد صباحي. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا رينا. الحمد لله على سلامتك، اشتقنا لك مطول الغيبات. شو جاب؟ تسلمي لي، شكرا، جبت معلومات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتي نورتينا اليوم رينا. اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم، ودائما المنشأ هو الأهم بحياة كل طفل عنا يعني. ومثل ما قلتي كنا عم نحكي أنه هو صورة الأهل فيه مع بعض يعني. اليوم رح نحكي بمنهج المونتيسوري، نحكي بتفاصيله اليوم. شو خبرينا عنه أكثر، أهميته بموضوع التربية؟ المونتيسوري هو ضبط وانضباط وترتيب أفكار وعادات وتقاليد ملائمة للمجتمع اللي نحن عايشين فيه. أبداً ما فينا نحن نربي أطفالنا بعيدين عن المجتمع وعن عاداتنا وتقاليدنا، لأنه بصير في خروج عن السيطرة بالأماكن اللي نحن بدنا إياها بس يصيروا مراهقين. نحن الأطفال من هن صغار، أنا مع إنه نحن نحتويهم، الأم بتحتوي، الصديق ما بيحتوي. نحن مو مضطرين نلفظ كلمات ما بتكون هي بتعطي الصفة الخاصة أو الصفة العامة بالجهتين للطفل. موضوع إنه يكون صديقي أو تكون رفيقتي أو تكون كذا، هي درجات من أسماء الصداقة باللغة العربية. الأم هي الجذر، هي المنشأ، احتواء. هي الاحتواء، هي القوانين يلي كلها بتنبع منا للطفل عن طريق السلام، عن طريق التشافي، عن طريق الأفكار والمشاعر واحترامها للمشاعر البديلة. نحن لأطفالنا لحتى نكون متلازمين معهم، ما يكون في فروق فردية بيناتنا أو فروق بالعمر بيناتنا، لازم نحن نتقبلهم. ما نكون أصدقاء لألهم، لأنه خلينا نعطي الأسماء مسميات. الصديق صديق، الصديق ممكن يكون زميل بالعمل، ممكن يكون صاحب بصاحبه طول النهار، ممكن يكون الخليل اللي هو ممكن ياخذ من قلبه شوي. اذا بتنتبهوا حتى كاصدقائنا نحن بعد ما كبرنا ونحن صغار، كان كل صديق في لهفة معينة. فهي بتجي لتقبل المشاعر، لتقبل الأفكار، مين ممكن يرافقني أكثر بيومي. ودائما سن المراهقة بفضله الصديق يلي بيكون صدقة وده، يلي هو قريب منه، قدران يسر له، قدران يحكي له، يلي هو بصفة الناجي من باللغة العربية الصداقة الناجي الوحيد فيها. إذا لقينا هذا الناجي الوحيد بهذا العمر يعني مشكلة. تمام، هي الصفة الوحيدة اللي بتنطبق على الأم، أنه تكون بهذا المكان صديقة. لكن مو مطلوب مننا أنه نناقش. الأطفال فهمانين، نحن إذا بدنا نجي بعمر معين بلش نخبرهم أنه نحن أصدقاء وأنه أنا وياك رفقات، حاول احكي لي وتحكي وأحكي لك. نحن بنكون عم ندس نبضهم لحتى نحن كأمهات نعرف أشياء هن خافينا عنا، والطفل بيفهم كأنه صغير ولا كبير، بيعرف أنه أنت باللحظة اللي بتقولي فيها لطفلك أو لابنك أو لبنتك أنه نحن أصدقاء، يعني أنت بدك يلا بلش يلا من تحت لتحت تحكي لي، أنت عم تسمعي. هني مو مطلوب منا أبداً أنه نحن نناقشهم، مطلوب مننا نحن نسمعهم، نفهم شو بدهم، نتخذ بآرائهم، نحاول نوعيهم. أكيد نحن ما بنقدر نفرض اختياراتنا عليهم، لأنه خياراتنا بزماننا، أنتوا قلتوا فقرة كتير حلوة، الأجيال بتتجدد. صحيح. التكنولوجيا والتطور عم يعطي معلومات كتير أوسع من الأفق اللي نحن عايشينه. عم تطور شخصيته بالنهاية، عم تفتح له أفاق حرية يعني إحنا بجوز الأم يوم ما تتقبلها بحياته. بدنا نكون واعيين أنه نحن نرسم لهم منهج يكون فيه لهم حرية الخيار، ونحن نتقبل هذا الشيء ضمن الإطار، حكينا ضمن البيئة، ضمن صحيح. العادات والتقاليد. لكن نحن مختلفين كأسر، كل أسرة مختلفة عن الثاني، كل أسرة بتتقبل أشياء الأسرة الثانية ما بتتقبلها. لكن في شيء بالعام، في شيء بالوعي لا جمعي، إنه كل البيئة ماشية على منهج معين. أوكي، طالما طفلي محترم البيئة، أنا ما فيني داعي ضلني قارنه بابن رفيقتي أو ابن جيراننا أو اللي أعلى منه أو اللي أدنى منه. هني بدنا نتقبل قدراتهم كتير، خصوصا بس نوصل شوي بسن المراهقة، بنصير نفرض عليهم نحن شو الفرع اللي ممكن يختاروه، نحن كيف بنحبهم يلبسوا، كيف بنحبهم يتحدثوا، بنصير نفرض نحن عليهم. إذا بنرجع نحن للطفولة اللي جواتنا، بنفرض عليهم الأشياء اللي نحن ما كنا يمكن نقدر نعملها، لكن هن لهم حرية خيارهم بالنهاية. تمام، وذكرتي نقطة إنه كل شخص اليوم له دور بحياتنا، له مهامه الخاصة، إن كانوا الأصدقاء، إن كانوا الأهالي، مو شرط دائما يكون اثنين نفس المهام يأدوها تجاهنا. طيب خلينا نرجع لموضوع الصداقة مع الأمومة.
اليوم كيف ممكن نحقق هذا التوازن اليوم مع الطفل؟ تكون الأم عندها هذا التوازن النفسي، تكون الأم عندها القدرة على السلام والاستماع بدون النقاش. الأم الواعي أو الأكثر وعي، يعني اللي الأم اللي بتحاول دائما تسمع وتضبط غضبها. نحن كلنا أمهات وبنعرف أنه بفترة معينة بلحظة معينة كل شيء، في دراسات وأبحاث وتجارب درسينا أو قارئين عنا هيك بيجي ايوه تمام دافع الأمومي عندك، فبتحسي انك انت من خوفك عليهم انه انت عم بتقولي كلمه لا ضروريه، كلمه لا بكثير اماكن. لكن باللحظه اللي بيكون فيها نقاش حاولي ضلك مستمعه، حاولي مرقي المعلومات اللي انت بدك اياها عن طريق الوعي مو عن طريق النصيحه، لانه الاطفال ابدا ما بيتقبلوا النصيحه. تمام. طيب رينا خلينا نرجع شوي لنهج المونتيسوري اليوم، خلينا نشرح عنه أكثر. يعني اليوم هذا العنوان، إذا حبيتي اليوم رينا من خلال تجربتك تلخصيه بعناوين بمفهوم الصداقة، على شو بيعتمد اليوم هذا المنهج بين الأم والطفل؟ تمام. باللحظة اللي بيكون فيها الطفل الصغير بفوت على مناهج المونتيسوري، هي مش ورقة وقلم وكتابة، هي أسلوب حياة، هي تحريك أيقونات. إذا ما نوضح نحن. تمام. هي أسلوب حياة وفتح أيقونات للدماغ بشكل فعلي ملائم للبيئة المعاشة. أنا بدي أعلمه للطفل من هو صغير الترتيب والانضباط والاعتماد على نفسه، من 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 لحظة ما من نبدأ نحن وياه بمسكة الكاسة مثلا أو لبس الجاكيت أو رباط البوت. من هون الطفل بصير عنده اعتماد على النفس، بصير مع الأيام بسن المراهقة شخصية متوازنة. أنا ما بقدر بيوم بلحظة بحس ابني كبر وصار مراهق أو البنوتة عنا نجي نحن نقول له لازم تكوني منضبطة ولازم تكوني متوازنة ولازم تكوني مترتبة ولازم تكوني مرتبة على أغراضك. ونحن بالطفولة ما كنا نسمح لهم، إذا مننتبه نحن كأمهات من خوفنا على أطفالنا ما منخلينا يأكل لحاله، ما منخليه يشرب لحاله، من اهتمامنا الزائد له دلالنا الكثير او حرماننا، نحن بنحاول انه نحن يعتمد علينا اكثر بالاعمال المنزليه او بالاعمال يلي هي لازم تكون هو عم يعملها لحتى يتعلم انه الحياه فيها قواعد، فيها انضباط، فيها توازن. باللحظه اللي هو صغير وبلش يعتمد على نفسه رح يوصل لو حيحمل معه تمام قدران يعتمد علينا بافكارنا وقدرانين نعتمد عليه بانه يطلع شخصيه متوازنه بالمستقبل. تمام. هون نسالك شو هي المبادئ الاساسيه أو القواعد أو الإرشادات يلي اليوم بتعلموها للأطفال ضمن منهج المونتيسوري؟ أهم شيء أنه نحن نكون متقبلينهم كفروق فردية، أهم شيء نحن ما نعمل مقارنات بين الأطفال، حتى الأمهات ما تعمل مقارنات بينه وبين بين بين رفقاتهم، لأنه هذا الشيء كتير بيأثر بالطفل، بحد من إمكانيته، بحد من طموحه، بيلغي موهبته، لأنه منصير نحن منفكر بالمحيط وبنشوف مواهب المحيط شو هي الأكثر عليه، فمنفرض على أطفالنا أنه نغيروا مواهبهم، والموهبة بالفطرة موجودة لعمر 8 سنين، إذا نحن ما عرفنا كل طفل بشو بيتميز، نحن بنكون عم نخليه يفقد شيء من توازنه بالمستقبل. أول شغلة ممكن تحاولوا تعرفوا شو هي الموهبة أو أكيد. القدرات الموجودة عند هدول الأطفال حتى تنمو له إياها أكثر. أكيد. وما يكون في مقارنة أبداً، ممكن تكون موهبته غريبة وبسيطة وما أنا محتاجة أدوات كتير. الأهالي الواعيين هن اللي مو بيكثروا الأدوات لطفلهم، مو بيكثروا أنا لازم إذا هو بيحب مثلاً الموسيقى ضروري يجيب له كل الأدوات، لا، ممكن هو يعزف على أشياء كتير بسيطة، لكن هذا الشيء مع الأيام بيعطيه ذاكرة سمعية قوية بتخليه يصير بدار الأوبرا لنفترض. هي الفكرة إنه نترك نحن الطفل على راحته، لكن مع شرحنا الدائم لإله شو الصح وشو الأصح. أبداً ما نذكر أنه في أغلاط بالحياة، لأنه الغلط يلي بالنسبة لنا ممكن يكون صح لبيئة تاني، وبدي يكبر بدي يحس أنه نحن كنا نقول له كتير أشياء غلط، مع تطور الحياة والتكنولوجيا صار هذا الغلط برأيهم صح أو العكس، طالما نحن بنرجع بنقول محافظين على العادات والتقاليد والبيئة. أكيد كلنا بالوعي اللاجمعي في عنا عادات وتقاليد بنرفضها دائما بنحكي فيها، بس اليوم المجتمع عم يفرضها بشكل تمام اعتيادي. تمام. تعودنا يعني على هذه ضروري القواعد. ضروري نعتاد عليها ونعود اطفالنا عليها، لانه اذا بننتبه لهي المرحله العمريه بالاطفال اللي هن بسن المراهقه للاسف ما حدا معاجبه الوضع، ما حدا معاجبته العيشه، ما حدا معاجبه يتقبل
حتى بيئته بسبب تذمرنا اللي هن صغار كانوا يسمعوه، نحن هاي العادات ما بنحبها، نحن هاي البيئة ما بتعجبنا، نحن ضروري نسافر، نحن ممكن نروح على حياة مختلفة، رغم انه نحن من الناس اللي سافرنا ورحنا واجينا. وانا بقول ان شاء الله كل حدا مشتهي يسافر يسافر ليستوعب انه الفكرة مش بالمكان، الفكرة فينا. إذا نحن مو قدرانين نتطور ونغير أنفسنا، إذا منروح على أي مكان بالكرة الأرضية رح نضلنا مكاننا. سافري وبتحملي معك كل الانكسارات والسلبيات يمكن بالحياة، صح؟ أكيد، وبكل دولة في انكسارات وفي إيجابيات، فنحن إذا كنا متوازنين بقدر نكون متوازنين حتى بهاي البيئة يلي أطفالنا عم يتدمروا فيها، بنضلنا شايفين النور بأماكن كتير ساطعة. وبتزرعوا يمكن فكرة السفر عند الأطفال يعني من الصغر؟ الحكي اللي صار يعني الأطفال اللي مراهقين للأسف صلنا 12 سنة نحن بوضع شوي فينا نقول إنه وضع بلدنا شوي ما متزن بسبب الظروف الاقتصادية أو الحرب اللي مر علينا، فهذا الطفل اللي هلق عمره 18 سنة هو وعي بالحرب، هذا أطفال الحرب يعني اسمعهم. تمام، فهني ما سمعوا مني غير ما في كهرباء، ما في مي لنفترض، في غلاء لنفترض، سمعوا مني التدمر، فانتقل معلوماتهم تمام أو انتقل وعيهم أنه إذا رحنا سافرنا ورحنا على أماكن أخرى ممكن نشوف الحياة جميلة. صدقا عفوا هاي الناس يلي عقلبك يلي بتروح طالما هني مو شايفين الحياة جميلة ببلدهم بأسرتهم ببيئتهم ما رح يشوفوها وين ما كان. هلا كثير من الناس اللي عم تسمعنا بجوز تخالفك الرأي اليوم تقول نحن خلينا نطلع ونسافر، نحن رضيانين يعني يطلعوا يخوضوا التجربة اليوم. تمام. كمان التجربة بتعلم، حتى لو كانت بأخطائنا بتعلمنا، يعني ما في درس بيمرق علينا بالسلبي والإيجابي إلا ما نحمل معه شيء بذاكرتنا وبأرواحنا. حتى رينا خلينا نروح في بعض الأهالي، رغم كل هذا التطور وكل التكنولوجيا وفر الأشجار، اليوم في عائلات كثير بتقول لك أنا ما فيني رافقه، أنا بفقد صلتي معه، أنا أمي وأبي ربينا ما كنا نقدر نرفع عيننا بوجه امي او ابي، وليك كيف طلعنا. صح. يعني من وين جايبين هاي كلمه صداقه ورافق ابنك ومعاهد؟ في رفض اليوم، ما فينا احنا نقول ننكر انه لا احنا تطورنا ونحن صرنا كوكب زمروده من الاخر، يعني اليوم في رفض بين الجيلين يعني اكيد. فاليوم شو يعني، هل ممكن تفقد الصداقه؟ هل اليوم منظور الاهالي انه انا اذا بالتعنيف افضل من الترغيب؟ هل اليوم انه انا كصديق ما راح أزبط، خليني أكون كمسؤول عنه؟ أبداً ما بدنا تعنيف، وأبداً ما بدنا دلال زائد، وأبداً ما بدنا نكون أصدقاء. نحن أولادنا هدول وأطفالنا، دائماً خلينا نعطي قيمة للمسمى. ابني 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 ما بصير صديقي، لكن أنا بمشاعر السلام يلي بيتناتنا بنكبر سوا، نتحمل المسؤوليات سوا. نرجع بنحكي أنه الصديق له صفات معينة، أنا مجرد ما بدي أقول أنه أنا وياك أصدقاء، إذا أنا بدي منك شيء وأنت بدك مني شيء، ما بدي أعلمه بالحياة أنه بيننا وبين الأهل، بين الطفل والأهل يكون في مقايضة. الحياة مقايضة خارج الأسرة، بالأسرة بدي يكون في تعاون، بدي يكون في ألفي. أوكي، أنت بتكون بأماكن، نحن مثل الرفقة مثل الأصدقاء بأماكن معينة لنقدر نمشي هذا الدرب سوا بسلام وأريحية. لكن الاحترام أهم شيء، الاحترام يضله متوازن بهاي الأسرة. أنا كأم لازم تحترمني كأم، وأنت كبنت بحترمك كبنت، والعكس صحيح، كأب يحترم كأب ويحترم الابن كابن. ما يكون في هذا الخلط الدائم أنه عادي بصير شوي شوي ينكسر الحواجز بيناتهم كونهم أصدقاء، بطل في احترام، ومجرد ما فقدنا الاحترام فقدنا الوعي بالأسرة. تمام. طيب منهج الصداقة مع الأمومة كيف كانت نتائجه؟ كيف كانت ردود أفعال الأهالي على هذا المنهج؟ كان في انتقادات حول هذا الموضوع أم لا كانت النتائج إيجابية؟ دائما بنرجع بنقول للفروق الفردية بين الأسر. في أسر بتتقبل أنه أطفالهم يعيشوا بسلام ويحترموا آرائهم. هي الفكرة مش أنه نكون أصدقاء ونكسر حواجز بيناتنا، هي الفكرة أنه يكون في وعي مشترك بين هاي الأسرة ومتطلبات هذا الجيل، متطلبات الوعي من هو صغير لهو كبير. أنا بعمر صغير بدي بلش ربي على الاستقلالية والاعتماد بالذات، اسمع له ما أطلب منه يحكي لي، لأنه مجرد ما أنا بلشت ألح على الطفل. نحن منحذر شوي الأمهات بأول الروضات أنه ما تسألوا أولادكم شو عملتوا اليوم، عودوهم يحكوا لكم، ما تعودوهم تكونوا محقق معهم، مشان هني مع الأيام بوسط العمر ما عاد يحكوا لكم. يمكن صيغة السؤال نفسها بتفرض بتغير
تمام طريقه التفكير شو عملتوا او كيف كان يومك تمام. مين الرفقات الحلوين اللي شفتوهم دائما فرجوهم فرجوهم الشيء الايجابي بكل مكان بيروحوا مشان هني مع الايام بس يكبروا بصيروا بيشوفوا الاشياء النور اللي هني واضحه بالحياه اكثر من الاشياء السلبيه. ان شاء الله رينا اول شيء بدنا نشكر حضورك لليوم الحمد لله على السلامه مره ثانيه ونتمنى هذا الجيل يكون نقدر نقدم له شيء تعويضي خلال 12 سنه يعني راح كثير عليهم ان شاء الله يا رب الايام الجايه تحمل لهم كل الخير يعني ونقدر نحقق من خلالهم احلام نحن ببعض الجزئيات ما قدرنا نحققها. شكرا لنا شكرا كثير لك شكرا لك ويعطيكم العافيه ومشكوره جهود كل الكوادر التدريبيه الموجوده اليوم بمنهج المونتيسوري لانه انتم عم تساعدوا اليوم الاطفال عم تقدموا لهم الدعم والرعايه الكامله لحتى يصيروا اشخاص فاعلين بالمستقبل. شكرا لك شكرا كثير لك.